أحبابنا، عيد مبارك سعيد على الجميع. الله يدخل علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية بالصحة والسلامة والعافية. ما غاديش نطولوا بزاف في هذا الفيديو، هذا غادي تشوفوا معي دابا واحد الفيديو ديال هذيك المدرسة سكولا، تبين يعني المدرسة فين جات كيفاش جات. المهم غادي تتعرفوا على هذه السكولا هذه، وكذلك حتى الرقم ديال التليفون ديال هذه السكولا باش تتصلوا بها نتوما مباشرة. المهم ما نطولش عليكم بزاف، نخليكم مع الفيديو اللي كانوا يرسلوا لي هما النساء المدرسة هذه سكولا، ومن بعد نرجعوا الفيديو. الفيديو كما شفتوا هو هذا اخوتي، ما عليكم الا اتصلوا بهم على الرقم ديال الواتساب اللي كاين في الفيديو اللي شفتوه دابا. كذلك راه كاينين الناس يعني اللي عندهم يعني تيهضروا بالعربيه، يعني بالنسبه للناس اللي تهضروا بالعربيه ما عرفتش كيفاش تواصلوا معاهم، راه كاينين الناس معاهم خدامين تهضروا باللغه العربيه وقدروا يتواصلوا معكم كذلك باللغه العربيه. بالنسبه للناس مساكن اللي ما عارفينش يعني يهضروا معاهم باللغه الايطاليه او بالانجليزيه، ما عليكم الا اتصلوا بهم ويشرحوا لكم جميع المسائل، يعني كيفاش ديروا التسجيل ديالكم، كيفاش تحصلوا كذلك على التاشيره ديالكم باش تجيو تدرسوا في هذه المدرسه هذه. المسائل والشروط راه كنت تكلمت معكم فيها شحال هذه في الفيديوهات اللي فاتوا على هذه المدرسه هذه، تقدروا ترجعوا للقناه يعني الفيديوهات ديال القناه وغادي تشوفوا هذه الفيديوهات. المهم باش نسهل عليكم المسائل هذه، منكم اللي هم راه في هذه المدرسه هذه اتصلوا بهم ويعني وراهو غيشرحوا لكم جميع المسائل. المهم انا غير قربت لكم مسائل وحاولت انني نوصل لكم يعني هذه المعلومه هذه، يعني بالنسبه للناس اللي كانوا تكلموا لي دائما خويا بغيناش مدرسه نسجلوا فيها نكملوا القرايه. المهم هذه راها مدرسه ديال الموضه ديال ستيليتس وديال هادشي ديال الموضه، المهم ماشي ديال الطبخ، ماشي ديال الفندقه، ماشي ديال شي حاجه اخرى، هذه مدرسه ديال التعليم شي حاجه اخرى، يعني باش تكونوا عارفين هذه المسائل هذه. لانه كل اللي تتصل بي تقول لي خويا عندي دبلوم ديال الصدور، عندي دبلوم، هاد الدبلومات ديال الصدور وهاد المسائل هذه بوحدها، يعني هاد المدرسه ما عندهاش مع هاد المسائل هذه، هادشي خاصو مدارس ديالو بوحدو. هذه مدرسه ديال الموضه، سكولا موضه كما هو واضح في الفيديو شفتوا معايا دابا. ما عليكم الا اتصلوا بهم والرقم ديال الواتساب ديالهم تو راه كاين، ونتمنى لكم التوفيق للجميع. وهذا ما كان، ما تبخلوش علينا باللايك وبالاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.